صار لهم زمان رايحين. سيدي لقينا اثارهم رايحين باتجاه الجنوب. سيدي سيدي شوفي سيارة جيب تبع مراد كريم أغلو على سفح الوادي. ماشي لنروح نشوف. ولك شهامي وبعدين معاك رح نطلع تقاعد ونحن لسه عم ندور عليك. استنوا هون. امشوا. اهلا وسهلا جاني. تسلم يا موسى. ولو وقع طريقنا عليكم. على راسي. غياس رتب رجال. ماشي تعوا معي. عموت عندك شوني؟ هاي وصلنا. عندي شي مرة نمتي على فرشة من تبن؟ إذا بدو إياه ما بقى بتتركيها. فوتي لهون. أنت اهتم فيها وانتبه لا تهرب. لروح جيب شغلة تتغطوا فيها. ماشي غياس لا تشغل بالك. تفضل. صار لي زمان ما شربت شوربة سخنة يا موسى. تفضل يا آغا كل شي جاهز. هذا أمر من رجع آغا. الكل فهمه كويس؟ أهل الضيعة كلهم لازم ينتبهوا مليح، وكمان بدكم تخبروا اللي بالمراعي والمزارع. إذا بتشكوا بأي شيء بتعطوني خبر فورا. ماشي يلا بخاطركم. طيب كتير يسلموا إيديك. قد ايه صرنا دايرين بالجبال. صح معلم جانو. ترى في ذبيحة كمان. منيح وزعوا على الشباب كمان خليهم يعبوا بطنهم منيح. ماشي لا تشغل بالك بعد شوي بياكلوا وبيعبوا بطونهم. لا تقلق يا معلم. شو حطي هاد عليكي؟ إذا بتستني شوي بتيجي الشوربة كمان. اصطفلي. ماما ليش منزلتين على الطريق البكير؟ مضطرين ننزل لنكون هربانين من بابا. من أبوك ومن البلا. ولوين رايحين؟ بالأول مندبر تاكسي وبعدين فندق نضيف وبعدين إن شاء الله نلاقي محامي. تاكسي اللي تسوق. ماما أنا تعبت نعسان. اصبر شوي استنى. صباح الخير مدام. شو الظاهر مسافرين؟ بهالوقت صعب تلاقوا تاكسي. إذا بتحبوا أنا. أنا ماما خلينا نركب تعبت. لا تخجلوا تفضلوا. ما بدنا نعذبك. لك عذبيني مشان الله. ماما معلش اركب قدام. ماشي الكابلة. شوف يا نمر يلا. شكرا يا سيد. لوين السفر؟ مو رايحين على محل، عم ندور على فندق، فندق منيح. موديل اي سنة سيارتك؟ هاي السيارة موديل 98. طيب فيها مسجلة سي دي؟ معقول ما فيها؟ ها؟ تعا شوف، إذا بدك تسمعنا إلك شي وحدة، بس اللي بنسمعه نحن ما بيعجبك، أنت بتسمع راك وروب، هيك. ابني لا تلعب. معلش تركيه يلعب على راحته.
ما شاء الله ما شاء الله. حطيت حزام الأمان؟ حط حزام الأمان يا حبيب. إيه؟ حطه حطه حطه. سيارة أبي أحلى من هاي. لا تقولها. شو ماركتها؟ شو ماركتها ماما؟ أوف سليم لا تصرعني. سيارة الكل بيعرفوها. سيارة جيب ضخمة. أوه. والكل بيعرفوه كمان. عن جد؟ سليم. شو اسمه أبوك؟ اسمه سيفو. بينادوه سيفو آغا. أنت بتعرفه؟ حاجة كركر من عند الصبح. دخيل عينك لا تواخذنا. استغفر الله شو هالحكي. أنت بتعرفه لأبي؟ معلوم. مين اللي مو سمعان فيه؟ في فندق أديسيا، فندق كويس وبترتاحوا فيه. أها. صباح الخير تيتا. صباح النور ابني. بالأول افطار وبعدين بتلبس ثيابك. ماشي تيتا. يلا لشوف. خد خبزة. شكرا كثير لك. العفو. يلا لشوف. خاطرك. مع السلامة. خاطرك. مرحبا. أهلين. أهلا وسهلا. شلون الغرفة بدك إياها؟ بدي سويت إذا بتسمح. ماشي مدام. لا أخذ معلومات الهوية وقايلي هون لو سمحتي. لا تخبروا حدا برقم غرفتي بدون ما قلكن، ولا تحولوا تليفونات. ما بدي قابل حدا، حتى لو اللي بيجي بيقلك أنا جوزة بتقله نفس الحكي. اسمه سيف الله كريم أوبي. طبعا مدام، تفضلي على غرفتك. شكرا لك. يومك سعيد. يلا حبيبي. أنا بكيت شوي. كان الجامع عم يقدم. سندت راسي شوي وراحت علي نومي وشفت منام كان عتمة. عتمة ما شفت مثل أبدا. مو لما بتجي الشمس بعيون الواحد بينعمل لحظات قليلة. وهيك العتمة يعني بعد ضوء. عم تفهمي؟ ووراها راحة. بدي ساوي قهوة تشربي. كيف أنا لهلأ ما جنيت مراد؟ ليش لهلأ ما طار عقلي؟ بنتي انخطفت، ماتت. خايفة ليكونوا عملوا لها شيء. كيف لهلا قدراني وقف على حالي؟ كل شيء ممكن. إذا بيصير شيء على مروة ما بقدر أعيش. رح أقتل حالي فورا. Courbetier.